كل ما يرد في هذه الحلقة لا يمثل الرأي الشخصي والقناعة الشخصية للمحطة ولا لفريق العمل ولا لمقدم البرنامج، إنما هو مجرد نقل موضوعي للرأي المعارض لكل ضيف، مع تقديرنا واحترامنا لكل اسم شخص أو مؤسسة ورد ذكره سلبا أو إيجابا في سياق هذه الحلقة. بلد شفير، مواجهة صريحة مع ضيوف سيخوضون مراحل من التحديات الصعبة. في بالمرصاد يواجه الضيف انتقادات الناس وجها لوجه، انتقادات يختار تمام أقصاها في فقرة بلا نفس. وإذا ثبت الضيف في مكانه وعلى موقفه كتب له أن ينتقل إلى المرحلة التالية. في بلد شفير سيعلق في حبال الهواء ويواجه أسئلة لم توجه إليه من قبل، فهل يقنعنا بإجاباته أم سينهار؟ وعندما يتهم ويدان وينتقد فهل سيدين؟ والأهم، هل سيتحمل ضغط تمام؟ اجت اخرتك هي فرصة الضيف الأخيرة للكشف عن وصيته قبل الموت، فهل يتصالح مع أسوأ مخاوفه؟ وهل ستكون آخر كلماته بلا قيود وبلا حسابات وبلا تشفير؟ بأرقامك أنت وأنا أتحداك هلأ على الهوى، يعني بدنا نروق شوي. عدوان إسرائيلي ضخم على لبنان، بدي تتوقع لي لهيفا وهبي بالأرقام. كلمة كبيرة هي. فضيحة مالية كبرى ومشكلة عائلية بقلب بيتها. مساء الخير. معروف انه مثقف بس حوله علامات استفهام كبيره، شفرات عديده وشائعات غريبه عجيبه. هل هو الكاذب مشعوذ او شو؟ امواله من وين؟ معلوماته مين وراها؟ وهل هو مصونه وناكر للطائفه الدرزيه؟ بالمرصاد رح كون معك وبحبال الهوى رح فك شفراتك، واخرتك الليله ما بعرف كيف رح تكون. بلد شفير مع صاحب التوقعات البصار المشعوذ، ما بعرف شو بدكم تسموه، ولكن هو زياد الخالدي. أهلا وسهلا فيك ببلد شفير. إصابة التوقعات عم تكون 80-85%. بعلم الرياضيات 1 و1 بيساوي 2، بس مع زياد الخالدي المعادلة مختلفة. مصائر ناس ودول بتتغير بحسب حساباته الخالدي. كتير توقعاته، منا اللي خاب ومنا اللي صاب ومنا اللي رح يكشفه الليلة. عمل إرهابي عسكري يبدأ من أحد مخيمات النازحين، يقابل بحسم سريع من الجيش اللبناني. وإذا عن جد مثل ما بيقول عنده قدرة التخاطر، فهل رح يقدر يتوقع أسئلة تمام أم حيضطر يعيد حساباته؟ من جديد الخطر يخيم على حياة الرئيس بري. بالمرصاد، أراء الناس بالمرصاد وبلد شفير. بالمرصاد مع ما بعرف بدي في له كذا اسم وكذا تعريف. زياد الخالدي مساء الخير. مساء النور، كيفك؟ منيح. يعني شو هالكشرة اللي خابطني إياها من أول الحلقة؟ أقولك يعني هيك؟ خابطني كشرة ما بتفهم. هلأ منتسم بعدنا بأول الحلقة. تحديد هيدا؟ إذا بدك. كيفك؟ منيح. كيفك؟ ماشي الحال؟ كتر خير الله. زياد الخالدي، إذا بالمرصاد بدي أحكي عنك يعني بأول فقرة، شو أول كلمة بتقولها للمشاهدين أنت؟ يعني هلأ عم يطلعوا فيك، عم بيشوفوا شكلك، بس أنا بدي أقول للمشاهدين اللي عم يحضرونا الليلة أنه أنت حدا مثير للجدل. يعني مش بس تتوقع، يعني بس حول اسمك بالنسبة لي أنا، لأنه أنا بدير البرنامج، علامات استفهام كتير. خبرني شو بتقول لكل اللي عم يحضروك هلا بكلمتين ثلاثه، يعني ما نعمل الخطاب. اول شيء بنقول لهم مساء الخير، هي بدايه يعني ومسيك لك. ثانيا مثير للجدل، طبعا المثير للجدل بيكون عامل اشياء كثير مهمه وملفت للنظر والناس عم بتتابعه، من هون بتجي اثاره الجدل.
وكل الألقاب اللي تطلق علي لإلي كشخص من ما بعرف شو بيسموا شعوذة وخبار. لا أكيد أنا مش فيهم نهائيا أكتر. وكل هذه الأخبار طبعا ما بتلبق لي لإلي نهائيا، لأنه ليه؟ في فرق كبير ما بين لا بس ليه ما بتلبق لك؟ لح أقول لك ليش. ايه؟ في فرق كبير ما بين الشخص المثقف الذي يتقن علما ما اللي هو علم الأرقام، وبين مدعي الغيب ومدعي الأخبار والشعوذة والأمور. هذا فرق كتير كبير. هذه الكلمة بسمعها كتير. صحيح. هذه الجملة بسمعها كتير. كل ما صايرة نطلع كليشيه. ايه كليشيه، برافو عليك. أيوة. بس تتذكر أول رصد رصدوك يا الناس؟ تتذكروا؟ لا. أبداً. أبداً. تتذكر أول رصد رصدوك يا أهل الصحافة؟ يمكن بعتقد كان أول مرة رصدوني الصحافة بعتقد ماريا معلوف. ماريا معلوف. أي. بشو رصدتك؟ كنت وقتها ببداياتي بأواخر 2012 على ليش هلأ بعدك وين تلفزيون سرت؟ لبنان. هلأ بالمحل أنا فيه كتير مرتاح يعني. هلأ مع بعدك ببداياتك؟ بعتقد بصير بمكان مقتنع فيه كتير. أوكي بس ما بعدك ببداياتك؟ لا ما بظن أبداً. أوكي. مش بشهادتي إلي أكيد، بشهادتي الإعلام مش بشهادتي إلي. الإعلام؟ أكيد. تفضل. مهم. نعم. بالبدايات بال 2012 بأواخر 2012 على شاشة تلفزيون لبنان. نعم. كنت أنا أطلقت سلسلة توقعات. وسأبت بعد فترة صغيرة أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات معينة. وبوقتها كان في 7 توقعات ما غيرت فيهم ولا حرف الصراحة، يعني انحكوا مثل ما أنا قايلهم. ورصدته ماريا معلوف كان عندها موقع إخباري ما عادش بتذكر شو اسمه الصراحة. وكتبت تحديدا، كان أول مقال أنا بقرأ عن حالي أساسا يعني. بيقول كان تحديدا توقعات ليلى عبد اللطيف اقتباس. أوكي. كان تحديدا هيك العنوان المقال. وذكرت الاشياء اللي انا كنت قايلها بوقتها وكيف نقلوا التوقعات 7 تحديدا. كانوا مثل ما بيقولوا بالدارج حفر وتنزيل يعني، ما تغير فيهم ولا حرف يعني. قد ايه بتغار من 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 ليلى عبد اللطيف؟ ما بغار من حدا صديقي يعني. نهائيا. قد ايه انت اليوم عندك يعني، اعذرني على هيدا السؤال بس. نعم. عندك عقدة ليلى عبد اللطيف؟ لا اكيد لا يعني. اكيد لا يعني. لما تطلع على حالك على الشاشه بتشوف انه الناس بتقبلك يعني، انت كشكل ناس ترصدك بتقدر تضل قاعده عم تتابعك لترصدك؟ هلا لك هلا لك، انا يعني ما فيني قيم الناس شو هي بتفكر او شو غير ما بتفكر. بالنهايه انت ما فيك ترضي كل الاشخاص 100%. يعني مثل ما بيقول على قول الامام علي، والله لو صدقت جبريل لما سلمت من القال والقيل. يعني انا اليوم ما فيني ارضي كل الاطراف. حضرتك اليوم اعلامي وناجح وبرنامجك ضارب وكل هالاخبار، تعتقد انك ترضي كل الناس؟ كل الناس تتقبلك يعني؟ هذا الموضوع بتتركه للمشاهدين. انا بالنسبه لي انا بعمل شغلي، بعمل واجباتي، بعمل قناعاتي، الاشياء اللي انا شايفها. ولكن انا اجي افكر عن الناس شو عم بفكروا فيه، هذه مشكلتهم مش مشكلتي. بس برايك شو بقولوا عنكم الناس هلا؟ دائما عم تحكيني بصيغه الجمع. أي. وانا ارفض هذا الامر كليا. طيب. لانه انت اليوم مثل ما قلت لك بالاول وبرجع بعيد، انا اليوم نيمورولوجيست، خبير ارقام. اوكي عرفت كيف؟ أنا بعيد كل البعد عن الشعوذة والأخبار والقصص اللي بعيد. أنا بشوفها. حضرتك بعيد عن الشعوذة؟ أكيد لمن أنا. طب. بهاجمهم بالإعلام ليل ونهار يعني. أكيد أنا لأنه مصلحتك يعني. بتهاجمهم؟ لا مصلحتي بشوف. لتعمل متركاج إعلامي لألك. هلا المتركاج منيح ما أشبه شيء. هيدي هي شكلها عم تنفع يعني. يمكن. جاهز تسمع الناس كيف رصدتك؟ ما عندي مشكلة حتى لو السلبي. ما عندي مشكلة لأنه ما أكيد ما حدا. لا النقد السلبي أكيد بيكون بناء بالنسبة لإلي، لأنه اليوم إذا كل الناس بتحكي عنك بالمنيح ما بيكون عندك أنت موتيف أنك أنت تكون أفضل. ولكن أنا اللي بيجي بحل مثلي وحبيبي وأنت بتجنن، أنا هذا الشخص بعتقد أنه بده ياني أنجح. أنا الشخص اللي بده يكون بده ياني أنجح بده ينتقدني بالسلبي، بده يسبني، بده يحكي اللي بده إياه. نحن بلد ديمقراطي، يمكن ترصد 200 شخص يسبوني 200 ما عندي مشكلة. أنا بالنهاية بعرف حالي أنا وين، أنا بعرف نفسي. واليوم الشجرة المثمرة هي اللي بتتهاجم صديقي. يعني أنت اليوم ما فيك تكون إنسان فاشل وتكون الأضواء عليك. بينما أنت إذا إنسان ناجح وعم بيكون عندك إعلانيا أنت ماشي حالك وتمام. سو أكيد الناس بدها تهاجمك. قبل ما نروح لنشوف بالمرصاد الناس شو قالوا عنك. نعم. ما جاوبتني على السؤال، لما عم يطلعوا فيك هلأ الناس على الشاشة. أي. بيكونوا خايفين منك أو لا؟ إنه لا بدو يخافوا مني، إنسان شكلك عادي. شكلك بيخوف يعني، هيدا الشخص القاسي. لا هلا برايك في عندك انا عندك بخوف؟ ما بعرف اذا هيك شخصيتي، اذا انا شخصيتي شوي طف يعني ما بعرف. انت كثير طف. الله خلقني يعني شو بدي بس أعمل. بس انت منك كثير طف. انت كثير طف. انا بالحياه العاديه شخص صلب. نعم. شوف معي بالمرصاد يلا. شو قالوا عنك الناس يلا. سامع بالسيد زياد الخالدي؟ زياد الخالدي؟ لا هذا مش سامع. بغني؟ ما بعرف هو اللي ما بهتم فيهم كلهم بصراحه، اللي بتوقعوا
كذب المنجمون ولو صدقوا. زياد الخالد سياسة؟ بعرف. لأن كلهم كذابين، يعني في حدا بيتوقع شيء بيزبط؟ عم بيكذب. عم يخرفوا تخاريف. ما بآمن فيهم. بينصبوا على العالم، بكذبوا عليهم، والعالم بتصدقهم. كلهم وهم. كلهم بدهم مصاري. ربحني ورقة نصيب. غرف سوداء تبعت هودي الأشخاص ليزتوا يبثوا مثلا أخبار معينة يشوفوا ردة فعل الناس عليها. بلا طعم الآن. موهوم جدا. جماعة تجار ومنافقين. عاملين بزنس وتجارة وتفنيس على العالم. دجانين. ما بآمن إلا من فوق. كلهم ما بيعنوا لي. فورماني. كلها أفلام. في شي حقيقة. كله تضليط وهم. وقفوا كذب على العالم. روحوا يقعدوا ببيوتنا أحسن. عايشين عم يملوكن وراها. أنا بآمن بربي. وأشهد هذا الإيمان حقيقي. شو حباك؟ أنا بآمن بربي أكيد. أنت بتآمن بربك؟ أكيد. بتآمن بربك أنت؟ أكيد. عندك شك؟ إنه اللي بيعمل عملتك أكيد لا عندي شك. عملت شو؟ اللي بيتوقعه أكيد عندي شك، إنه اللي ما اللي بيخاف رب العالمين ما بيقعد بيتوقع أكيد. إنه شو بده يصير بعد جمعة وجمعتين وثلاثة. 100%. وأنا معك باللي عم تحكيه وبصمك بالعشرة. وأنت شو بتعمل؟ أقول لك شغلة. أنت اليوم رب العالمين منحنا الدنيا وعنا الآخرة الحساب، مش هيك؟ وقد أعطانا شيئا من علمه كمان. ما إجا ربنا قال لك لحاسبك على تفاهتك أو لحاسبك على أنت إنسان فاشل بالحياة أو أنت إنسان ما عم تعمل شيء ولحاسبك بالآخرة، ما هيك؟ أعطاك علم. كنا حجر الصوان صرنا نولع بطريقة تانية. هلا الأمور كلها بتتغير وبتنقلب بالأيام. أنت اليوم يا صديقنا العزيز بهذا الوضع اللي نحن فيه، أنا بيجي بقول وكله موجود ومأرشف حتى على هاي الإذاعة الكريمة تحديدا الجديد، أغلب مقابلاتي وطلعاتي موجودة مأرشفة هون. أنت شهرتك، مش أنا عاملها يعني. أنت شهرتك الجديد. الجديد لا فضل علي أكيد، ما بنكره. أنت اليوم بيجي أنا بقول الإصابة تكون من 80% ل 85%، ولا مرة جيت ضربت إيدي على صدري وقلت هذا الموضوع خالص. هون فت أنت بغياهب الغيب والتفنيس والتدجيل والإخبار. أنا بيجي بعمل شيء اسمه أرقام، هالأرقام مش أنا مخترعه، عم نحكي شيء اسمه فيثاغورس، عالم رياضيات شهير مأرشف من آلاف السنين. بيعرف في عالم الغيب؟ ما في حدا بيعرف بالغيب إلا رب العالمين. أنت شو بتعمل؟ أنت تتوقع حصول هذا الأمر بنسبة وتناسب معين. يعني أنت وليلى عبد اللطيف وميشيل حايك ومايك فغالي وكلكم كلكم اليوم كل واحد بحب يسمي حاله شيء. رح اقول لك شغله، مازال عديتهم مش عديتهم؟ خليني ايه. اعطيك شغله والناس بس ما بدي احكي عنهم هلا لو عندي فك الشفره. لا ما رح احكي بس عنه. انا عندي سؤال رح خليك تحكي بهيدا الموضوع مفصلا بعد شوي، بس جاوبني اليوم لما انت شخص عم بتقول عن حالك مثقف صح وتسمع الناس صح قالت عنك كل هيدي الصفات العاطله والبشعه، شو بتقول؟ صديقي هودي العالم عندهم مشكلة كتير كبيرة. رح أقول لك شو هي. ما عم يعرفوا يميزوا اللي عم تنزل إلهام تخبر خبرية من الشجرة واللي عم يضرب كريستال ويشوف أمور واللي بيسمع بدينته واللي قال تلفن لي بطنك عم يوجعك. أنا بضحك عليهم هون. أنا بضحك عليهم مثلي مثل الناس. وهني بيضحكوا عليك. هني بيضحكوا علي، ما بيعرفوا أنا شو بعمل. هاي مشكلتهم مش مشكلتي. يعني أنا اليوم إذا هذا القسم من الأشخاص بس أقول لك شغلة، نوستراداموس ميت من آلاف السنين، هلأ حط إنه نوستراداموس قال ما بعرف شو، بيطلعوا بيسبوه بيسبسبوه بفكروا عايش نوستراداموس. يعني قصدك تقول أنت اليوم قصدك تقول إنه الرأي العام غبي؟ لا ما قلت الرأي العام الغبي، قلت الرأي العام ما عم يعرف يفصل بين الشخص الذي يتوقع حصول أمرا ما بناء لحسابات علمية موجودة بأرشيف معروف شو هو، اللي هو نيمورولوجي وورد وايد موجود مش بس عنا بلبنان أوكي، وما بين أشخاص يدعون الإلهام والدينان والكريستال وتعا تلفن لي بقول لك مصرانك الغليظ متفق أنه بدنا نروق شوي. أنا بقول وحضار حلقاتي وأكيد شايفهم، أنا دايما بقول بدنا نروق على عقول الناس. شو عرفك أنه حاضرون؟ يعني عم تقول لي أكيد حاضرون أنه عامل حلقة. أنه أنا دايما بقولها بهيدا البرنامج أنه كل الأشخاص اللي مثلك أنا ما بآمن فيهم، ما بصدق فيهم، ما بصدقهم. الأشخاص مش اللي مثلي، اللي مثل اللي أنا بشوفهم أنا كمان ما بآمن فيهم. مثل مين يعني؟ مثل اللي ذكرتهم. من إني؟ مع احترامي لهم مثل ميشيل، ليلى، مايك، شو بعرفني اللي هن المعروفين على الساحة يعني، أنا كمان ما بآمن فيهم. بالنسبة لإلي أنا بحسكم عم تكذبوا، عم تضحكوا على العالم، عم تنصبوا على الناس، عم مالكم كله. حأحكي عنهم وحدة وحدة بعد شوي جوا. بكلمة وحدة أيها المثقف، شو بدك تقول عن العالم والإساءة اللي أساءوا لإلك فيها؟ والله أن كل ما قلته هو في، وإذا أنا لدي حاجة أقضيها لهم على قول الإمام علي فأنا لها. بس بقوله إذا بدك تحلف عذرا بهالكلمة ولو بتطلع شوية تقيلة على الهوى، إذا بدك تحلف الكذاب على الهوى بدك يطلع يعني تصدق الكذاب حيقول له حلوف.
ليش ما حلفت اساسا انا والله بقول لك والله ان كل ما قلته هو فيه. انا عم بستشهد بقول الامام علي مش من عندي جايبه على فكره يعني. بس بدي اقول لك شغله، انت اليوم انا موجود قدامك والراي العام موجود، من نسبة التوقعات اللي انا حكيها وعلى هيدي الشاشه تحديدا اوكي، وانا اتحداك اذا عندي اصابه اقل من 85% اوكي طلبني. هذا يعني؟ هذا واحد هذا واحد. لا انا حكيت عن احداث مصر اللي صارت مع انه ما بفتخر فيها ابدا، وشغلي عم تألمني ليل ونهار، وهذا الشيء اللي صار بمصر ما عم بتنام يعني اكيد على مش انا اللي عاملها يعني وانا شفته اوكي. انا بركي ما عم تنام لا بنام مرتاح، ضميري مرتاح. طمن بالك بتنام ضميرك مرتاح؟ ضميري مرتاح. طيب خد نفس عميق. اخذنا بلا نفس مع زياد الخالدي بعد البريك الاعلاني. انت من الاشخاص اللي بيتوقعوا الغير صادقين، يعني انت حدا خرفان، انت حدا مريض، لابد من هال 7-8000 توقع اللي بحكيهم بالشهر يزبط له 10 بتاجر فيهم على ظهر الناس. بحسكم عم تكذبوا، عم تضحكوا على العالم، عم تنصبوا على الناس، بدنا نروق شوي. بلا نفس وبلا تردد. زياد الخالدي وفقرة بلا نفس، جاوبني على السريع وقل لي بدون ما تفكر كتير، شو هو التوقع اللي حيسمعوه اللبنانية ورح يقطع لهم نفسهم من هون لآخر السنة؟ عدوان إسرائيلي ضخم على لبنان، ولكن الرد سيكون مؤلم للغاية من المقاومة اللبنانية. يعني عم تقول إنه في حرب إسرائيلية صحيح على لبنان من صحيح هون لآخر السنة؟ صحيح. وإذا في حال ما زبطت شو بتعمل؟ يبقى التوقع بحصول الأمر وليس حدوثه فعلا. إذا في حال ما صار أوكي، مع أنه هلا بدك تعمل بلبلة عند الرأي العام، مستعد وبتسمح لي على الهواء وإطلع أقول أنك أنت من الأشخاص اللي بيتوقعوا الغير صادقين؟ فيني أقول لك أنه عندي النسبة اللي ما بتزبط معي اللي فيك أنت تستخدمها، لأنه أنا دايما بقول أوكي من 80% ل 85%، يعني عندك 20% لألك فضفاضة فيك تشتغل فيها. بوعدك أنه يعني أول مرة بكون لحدا بالمرصاد من هلأ لآخر السنة إذا ضليت. وبوعد مين إذا ضليت؟ أنت. شو إذا ضليت؟ إذا ضليت بالبرنامج. أوف، على كل حال هلأ بدي أحكي أكثر عن هذا الموضوع. زياد الخالدي، قديش بشع شخص مثلك يقول عنه العالم أنه أنت شخص خرفان، يعني انت حدا خرفان، انت حدا مريض. انترستينج سمعته صراحة. ايه؟ اول مره بسمعهم. ايه سمعتهم. ايه بسمع، بحترم رايهم طبعا. شو بتحترم رايهم؟ انه عم بيقولوا عنك مريض يعني خرفان؟ انت اليوم اذا عم تحكي عن ترامب اللي هو اكبر رئيس دولي بالعالم بيقولوا ايه عنه مجنون وخرفان. ايه ماشي الحال يعني. بس ترامب بيعمل قصص بخلي العالم تحكي عنه هيك. يمكن انا عم بعمل هيدي القصص، ما بعرف. انت عم تعملها يمكن براي العالم. انت خرفان ولا منك خرفان؟ انت شو رايك؟ انت خرفان ولا منك خرفان؟ انا شايف حالي طبيعي جدا الحمد لله يعني. ليك قبل ما اكمل معك، اي سؤال مره انطرح عليك وحسيت حالك انقطع نفسك مثل هلا يمكن ما عم تقدر تجاوب على اسئله؟ لا مرتاح انا عادي اسال. لا خرفان ما عم تقلي. ما عم اقول لك اكيد. قديه بشع يقولوا عنك خرفان؟ جاوبني هلا. انا بالنسبه لي ما بعتبرها بشاعه. منا اساءه؟ لا لا منا اساءه. منا اساءه. ما بيحكوا. ليك بدي اقول لك شغله، ما بيحكوا عن شخص إلا يا مش قادرين يكونوا مثله، يا عندهم غيرة منه. ليش عندك يا الناس؟ خي ما بعرف. الناس أجناس، ما أنت ما فيك ترضي كل الناس يعني. بالنهاية مين ما كنت أنت اليوم، تمام بلاق وإخبار وقصص وبرامج وتغطية إعلامية وما بعرف شو، أضرب وأطرح، أضرب وأطرح وأجمع وأعمل، ما هيك؟ طب بالنهاية أنت بس تكون بين العالم يمكن يقولوا عنه لك هيدا مجنون تمام بلاق. في كتير ناس بتبوس له بتصور حدي، في كتير ناس بتسبني عادي يعني. يعرفوك الناس؟ والله انت اخبر. بيعرفوك؟ شو بدك فيي؟ بيعرفوك الناس يعني اللي عنده ما يقارب 12 برنامج محلي وعالمي يعني. اكيد بيعرفوه الناس بعتقد. ولا ما كنت معك اليوم. زياد الخالدي انت وهم من الاخر، انت شخص وهم. بس وهم حلو كتير. وهم حلو كتير اكيد، بس الوهم لا يبنى على اساس حلو 100%. اوكي جاوب. 100%. انا بقول عن الوهم حلو كتير، ولكن انا شخص واقعي. يعني انقالت بطريقة انه انت شخص فارغ، انت حدا وهم. يعني اللي عم تعمله اليوم مش انت، اللي عم تعمله اليوم عم تضحك على الناس. هلا حنرجع نحكي اكثر. فارغ وهم. لحقلك شغله بدك تعطيني مساحه جاوبك.
على على الموضوع اللي عم تحكيه الوهم. الفارغ والوهم والشتائم وال هاي الخبرية كلها في بوقت معين حاشا الله نكون عم نشبه نفسنا بالأئمة، ولكن يرسل شخص إلى الإمام علي عليه السلام بيقولوا له أنه خلي الإمام علي يجهل عليك، يجهل عليك يعني يجن عليك أو يحكي معك كلام مش منيح. هذا الشخص طبعا وصل وفات بمسلسل الشتائم وا وا وا. الأشخاص المحيطين بالإمام انتفضوا طبعا، قال لهم خلوه يحكي، حكي حكي حكي، كل ما يخلص يقول له أي أخي لديك المزيد؟ لبالأخير خلص قال له والله إن كل ما قلته هو فيه، لديك حاجة نقضيها لك؟ ماشي. هون طبعا ما لح نحكيها، هي شغلة كبيرة كتير. بيقول له في ناس أعطوني أغراني بعد القوم بألف دينار مشان إجي وخلي هذا الشيء يصير. قال له هذا موضوعك، ألف دينار لدينا، ألف دينار أعطوها للرجل. لمن أنت عم تحكي بهذه الثقافة، لمن أنت عم تحكي بهذا التسامح، ميني أنا ومينا نحن مقارنة بالأئمة والإمام علي وغيره عليه السلام؟ الناس بدها تحكي، الناس بدها تسبك، الناس بدها تحكي عليك، الناس بتقول عنك وهم، بتقول عنك فراق، تصطفل الناس. أبشع ما فيك ترضي العالم، ما فيك ترضي العالم. بس أبشع شيء، وأنا عذرني رح شارك المشاهدين بفقرة بالمرصاد، أنه أنت شخص جاسوس. جاسوس مثل ما سمعتهم قالوا كلمة كبيرة هي. شو يعني أنا شو هالشخص اللي هلا لخبرك بعد شوي شو هيدا الشخص من العالم جاسوس؟ أنت ما باقي دولة بالعالم قال غير مستثمر فيه. لا ما ضروري، مش هالقد يعني، ما بدك تكبر لحالك هالقد. بس الجاسوس أمرار بيكون بقصص صغيرة بحطوه بمحل زي الجاسوس ببيع كعك عادة كبير. أو شيء هيك جنب الرصيف يمكن. برافو. أنا عندي مع احترامنا لبياعين الكعك يعني نوجه لهم تحية. أنا عندي بسطة تحت. عندك بسطة؟ بيع عليها كعك عرانيس اخبار يعني منيحه. شو بتجاوب؟ بارت تايم جوب يعني. جاوب شو بتقول بالنسبه انك جاسوس؟ اذا انا جاسوس يا صديقي اعطني الاثبات على ذلك. هلا حاعطيك اياه بعد شوي. يلا ناطرك. رد على المشاهدين هلا. اكيد انا مني جاسوس يعني. ليه قالوا عنك جاسوس؟ هلا يصطفلوا عليك كل شخص. انت اليوم بس ليه بدي اطلع عليك ليش؟ ايه؟ انا اليوم يعني انت كمان عم بتثبت انه توقعاتي صائبه. لمن انا اليوم بحكي توقع بيجي رح نحكيها بالدارج حفر وتنزيل، بحكي توقع بيجي اصابه 100%. خلينا بوسعه 85% يا اخي، ما هيك؟ اكيد العالم ما بتقتنع. الناس انه اوكي كيف عملها حساباتها، كيف سواها، كيف طلع، ما بيقتنعوا. هذا جاسوس، هذا غرف سوداء، هذا غرف خضراء، هذا ما بعرف شو. ما بتقطع براس العالم هاي القصص، ما بتقطع. شو بتقول للي قالوا عنك جاسوس وانا واحد منهم؟ انا اللي عنده مواطنيه وعروبه اكثر مني فليتقدم يا صديقي. هي جوابي على كلمه جاسوس. انت اكيد انت أنا زياد أنا اليوم بتعتبر حالك خالدي. عندك مواطنيه طبعا وعندك طبعاً. خادم. انا خادم عسكريتي يا حبيبي. كلنا خادم عسكريه، خادم عسكريتي انا. لك بيني اياها ومثل ما قالوها المشاهدين انه انت واحد تاجر ومنافق. يا هلا عم تتعاطى معهم، عم تتعاطى بشغلك او برزت بشغلك لانك شخص تاجر يعني عم تضحك على الناس. اتقن التجاره يعني. ايه تجاره بهيدا الموضوع. هلا انا اتقن التجاره مشان تجيب مصاري. عندي بزنس تاني بيطلع لي مصاري اكثر من هيدا. انا حاسس انك بتشتغل يعني. بعرف الاموال اللي عم بتطلعها يعني. الاموال اللي عم بتطلعها من وين؟ شكلك مبحبش كتير اخبار. جاوبني تاجر ومنافق. انا تاجر بمعنى التجاره، انا عندي مؤسسه تجاريه اكيد. لا عم نحكي تاجر بالتوقعات اللي بتطلع فيها، عم تاجر على العالم. بشو انت محرز يعني اليوم؟ لا شهرتك مثل شهره ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف وكذا. عفوا 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 تفضل. مع احترامي الكامل للاشخاص اللي ذكرتهم، مع احترامي الكامل لهم، انا ما عم روح ببحث عن شهرة واجي اخر الشهر افعلي 8000 توقع كاني فايت على السوبر ماركت اتبضع شوية توقعات واطلع احكيهم. انه لابد من هال 7-8000 توقع اللي بحكيهم بالشهر يزبط له 10 بتاجر فيهم على ظهر الناس. انا بطلع على هيدي الشاشة تحديدا صديقي مرة بالسنة بحكي 30-32 توقع ما في غيرهم. كل السنة بلتزم الصمت، ولا مرة لا تجرت بالتوقعات ولا تجرت بالاشخاص ولا تجارت بحدا. اذا بتروح تقعد بالبيت مش احسن لك؟ وبابا انا قاعد بالبيت، انت شبتني على الحلقة. شبني. اذا بتروح بقى توقف هيدا الخداع اللي عم ينعمل اليوم هي مرة بالسنة بالبيت. ماشي الحال يعني اعترفت يعني انه خداع هي مرة بالسنة.
اعترفت بالنسبه لك، بالنسبه لإلي هي موهبه. موهبه اكيد. مش احسن يعني قالوا لك روح اقعد بالبيت اضبط لك؟ ايه شو رايك بتجاوبهم؟ انت بنقعد بالبيت؟ جاوبني، هيدا الشيء غلط صح، وهيدا ربنا ما بيقبل فيه صح. والايال بيقبل فيه ربنا، من يقتل يستشهد بالله ومن يقتل يستشهد بالله، هذا صح، ونحن نتوقع حصول امر صار هذا غلط وهذا المشعل. جاوبني على السؤال. جاوبتك على السؤال. بتروح تقعد ببيتك مش احسن لك؟ انا ببيتي قاعد مرتاح ومني ناطر شيء من حدا. جاوبتك. بعد البريك الاعلاني اكيد زياد الخالدي رح فك شفرات لاول مره تكشف على الهواء. هيدا الوجه بوجهي هلا ملاك؟ ممكن يكون عزرائيل، شو بعرفك؟ لأنه شكلك بخوف. ايه ممنوع التدخين بال شك علي. لا بس ممنوع تدخن. فيك تشك علي إذا بدك، بس خليني لك شيء، بالاستوديو ممنوع تدخين. شو بنعمل؟ يعني أول شيء هي قلة احترام للبرنامج. زياد الخالدي أنت وهم من الآخر، أنت شخص وهم. بس وهم حلو كتير. شو هو التوقع اللي حيسمعوه اللبنانية ورح يقطع لهم نفسهم من هون لآخر السنة؟ زياد الخالدي تفضل معي بفك الشفرة نشوف شفراتك شهية. تفضل يلا. لوين بدي اتفضل؟ على السجن لجوه لنشوف شفراتك. ما حدا بفوتني على السجن. طيب يلا تفضل. هلا هي اذا قصة اوامر ما بتزبط معي، انا بحب اتمشى وفوت هيك لحالي. انت بتحب تعمل، انت بتحب تعمل بطوله بروباغندا يعني هيك. تفضل نشوف على امل انه قريبا يفوتوك على السجن. لا هل انت وكل الاشخاص، هل انت مغهور مني؟ كثير بغار منك كمان. انت والاشخاص اللي بيشتغلوا هيدي القصص عم بشوف في كثير هيك مثل غيره، ما بعرف شو بدي اسميها يعني. هلا قل لي غيرتك بالاسئله اللي بتنطرح عليك وشفراتك. عندك شفرات؟ ما بعتقد عندي شفرات. ليه انزعجت؟ ما فهمت. ما انزعجت، ليه بدي انزعج؟ ما يبين من وجهك او لك؟ ايه هيدا الوجه، مع انه بيقولوا لي وجهي ما بيعطي غير اكسبرشن واحد يعني. شو هو؟ العدائية. عندك عدائي طول حياتك. ايه اجريسيف صح، والجسم مساعد شوي. بتعرف شو هن شفراتك ايه او لا؟ لا والله. ليه منك نجم مثل ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك ومايكل؟ مين ليلى عبد اللطيف؟ شو؟ مين ليلى عبد اللطيف؟ استاذتك. لا بقال انت عم تنكي. ميشيل حايك مش استاذك؟ ليك ما مش اهم منك اليوم؟ طب بس انا اتفق على نقطة، اتفق على نقطة. اول شيء شهرة مش اهم منك؟ بشو؟ يعني اليوم اذا بننزل على الشارع بنقول ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك وبنحط اسمك. اليوم ما بتطلع ليلى وميشيل هن النمبر 1، اذا بدك ميشيل هو رقم 1 وليلى نمبر 2. خبرية من نحن وصغار نولني الفاري عن المجلة يعني. ممكن يكون جولدن، ممكن يكون فاي. طيب. ممكن اي اسم يعني. اي بس مش اهم منك ايه او لا؟ ما في حدا لي. اهم من حدا، كل واحد بالفيلد تبعه ماشي حاله. انا الفيلد تبعي غير الفيلد تبعهم، مع احترامي لهم على المستوى الشخصي. شو الفرق بينك يعني وبينهم؟ الفرق هن منجمين واصحاب رؤى والهام. انا ما عندي الهام، الهام جارتي عمرها 70 سنة. اذا بتيجي تعمل عنا صبحية بدها نص ساعة لتوصل. فما عم بتجيب لي اخبار الصراحة. مين اهم، ميشيل حايك او ليلى عبد اللطيف او مايك فغالي؟ برجع بقول لك مع احترامي بالشخصي للثلاثة اوكي، باللي انا بعمله انا بغير محل. خلص فهمت. ايه هلا حكي عن اللي بتعمله بس جاوبني. ايه ما لي فيهم. مين الاهم، ميشيل ليلى او مايك؟ انا بشوف ميشيل اذا عم بتصنف بالثلاثة يعني. اذا عم بتصنف بالثلاثة بشوف ميشيل اهم من ليلى؟ انه ليلى وقفت خلص، ما انا توقعت توقف يعني. ما كانت ببرنامج بالجديد يعني. هلا حنحكي لما بتطلع بحالك على المراية شو بتشوف؟ ملاك. مين؟ أنا. أنت بتشوف حالك ملاك؟ أكيد. هيدا الوجه بوجهي هلأ ملاك؟ ممكن يكون عزرائيل، شو بعرفك؟ ما كلهم ملائكة بالنهاية. فيني أقولها؟ نقولها أنا عبقول لك إياها. الله شايل الهيبة من وجهك. عن جد؟ كل هاي الشفرة. الله شايل الهيبة من وجهي مع أني كتير أتراكتف. جاوبني على هاي الشفرة يعني. بس أنا بشوف غيرك، إنه أنا كتير أتراكتف عادة، بشوف حالي مقبول كتير. شو بترد على الشفرة اللي بتقول انه الله شايل الهيبة من وجهك وحاطت الرحمة بقلبي؟ الجسد فاني، المهم جوا شو فيه. طيب والهيبة اللي ما انا موجودة بوجهك شو بتقول؟ ما بتعني لي، انا بيعني لي الداخل النظيف. تعرف لي الله شايل، ما بيعني لي. تعرف لي الله شايل الهيبة من وجهك لانه يعني كل اللي عم تعمله حرام. اقول لك ايه، كل الاديان السماوية بتقول اللي عم تعملوه كله هيدا حرام. لقد بولينا بقوم يظنون ان الله لم يهدي سواهم.
هي جوابي لك، هي لطشة لإلي يعني. هلا انا عامل لك حرام، اي ما عندي مانع، بفتخر فيها، ما عندي مانع. معجب بشكلك لانه شكلك بخوف. ما انا بحب يكون شكلي بخوف، ما هي عدة النصب مش هيك بتسميها انت؟ لازم يكون شكلك بخوف ودقن واجريسيف وجوانح طالعين من ورا و... يعني انت حدا نصاب هيك؟ اذا هيك انت بدك عم بسألك انا، يعني انت اليوم تلعب دور بالشكل لتقدر تنصب على الشكل والمضمون، بلعب الشكلين يعني نصاب. ايه عمستوى، عمستوى كبير. ما فيك تتخيل قديش يعني. ليه ما عم تجاوب على اسئلة؟ عم تسألني أسئلة مش موجودة فيه أساسا. مش موجودة فيه؟ لا لا، بس تطرح وجائز عقلا أي سؤال. ممنوع التدخين بال... شك علي. لا بس ممنوع تدخن. فيك تشك علي إذا بدك، بس خليني لك شيء، بالاستوديو ممنوع تدخين. شو بنعمل؟ يعني أول شيء هي قلة احترام للبرنامج. شو بنعمل بك حالي؟ شو بنعمل بك حالي؟ يعني هيدا أول شيء اسمه قلة احترام. ما أنا عدائي عم بتقول. العدائية تبعي ولعت سيجارة هلا. لا بس بدي أعزبك. بلكي طلعت لي خلقي لدرجة. فيها نعزبك؟ فيها نطفيها؟ في مجال تسلمها لشربل لو سمحت؟ تفضل شربل. شو شغلتك بالحياة؟ شو بتشتغل؟ أنا رجل أعمال يا صديقي. عفواً؟ رجل أعمال. حضرتك رجل أعمال؟ نعم. وعندي مؤسسة تجارية وبشتغل بزنس خاص فيني يعني. اللي هي؟ عندي شركة نقل أنا. نقل؟ نعم. شو جابك على هيدا الإلهام والتوقعات؟ لا لا شيلني من الإلهام، شو جابك على علم الأرقام؟ هو عالم بتقنه من 14 سنة. هاي تضحكوا على حالكم، تضحكوا على الناس فيها انه علم الارقام. الماتيماتيك كذب، الرياضيات ماتيماتيك كذب يعني. شو جابك لهيدا الشيء؟ لهيدا مش انا جيت، مش انا جيت، الناس جابتني، الاعلام جابني، مش انا جيت. انا ما جيت فرضت حالي على حدا. انا كذبت على الاعلام بفترة من الفترات. هلا بدك تروق شوي بموضوع الكذب. لا بجاوبني بعد ما وصلت يعني. بعد ما وصلت لموضوع الكذب رح اطرح عليك بعد شوي. هذا الموضوع يعني خلينا شوي نروق. مش انا بقول، بس خليني اقول لك شيء، مش انا اللي بقوله، انا كل شيء عم بطرحه في شق منه الناس بتقوله عنكم. يعني اذا بتنزلوا على الشارع هلا سمعتوا قالوا اكثر من هيك، بس جاوبني اليوم. وثلاث ارباع هودي الاشخاص اللي انت سالتهم هن الاشخاص اللي بيتصلوا فيا ليعرفوا شو بده يصير معهم لمعلوماتك يعني. بس كله نحن عنا للاسف من تحت الطاوله، من فوق الطاوله هن مثل ما بيقول المثل، من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. بتعرف الناس شو بيقولوا عنكم؟ شو بيقولوا؟ عم بسأل. لا كذابين، مشعوذين، نصابين. انا رح اقول لك انه انت حدا كذاب عم تكذب على الناس. هلا هو مساق بمياتك حدك يعني، عرفت كيف؟ اول شيء ما بسمح لك تقول لي كذاب. الناس بتقول عنكم كذابين. شو بدي بالناس؟ انت خليك بنفسك. لا. عليكم بانفسك. بس انا عم دير الحوار. عليكم بانفسك. انت اليوم الشغله اللي بتشتغلها بقولوا عنك انك حبيبي عم بتكذبوا على الناس، يعني انت كذاب، انت عم بتسهل هذا الامور. لا يا عزيزي لا، في فرق، في فرق. بس تقول لي انت الشغله اللي عم تشتغلها، اول شيء اللي انا بعمله هو منه شغل. هو هواية. أنا الشغل اللي أنا عايش منه بطلع منه مصاري هو شيء تاني كلية. تبعت النقل طبعا وغيره وغيره. طيب. كتير شغلات. بس لما يطلع عليك شيء وينقال إنه أنت كذب وسلينا، بقى أنت اليوم عم تنشهر بطريقة كذب وسلينا. أنا أصدق من ما أنت تشكك بمصداقيتي إذا عم تحكي عن نفسك أو عن لسان الناس. بينطبق عليك هيدا الشيء كذب أكيد. وسلينا أكيد. لا لا، على مين بينطبق؟ مين كان عندك خي؟ انا بدي اسمع منك انت مين بتشوف. مين عندك؟ ليلى، مايك، شو بعرفني الاسماء اللي طلعت. ليلى عبد اللطيف يعني بتكذب وتسلينا، بتقلها كذب وسلينا يعني. والاخير وقفت ميشيل حايك، شكله كمان مش مطول يعني. بس انت حتبقى على الساحه. ولا انا مش مهتم اني ضل او فل يعني، اخر همي بالنهايه يعني. منا الشغله اللي انا بقوم كل يوم الصبح بزبط حالي روح اشتغل هالشغله، انا بقوم لروح على مكتبي اشتغل شغل تاني يعني. مش هذا الشيء اللي بيعني لي بالحياه اساسا. كل حدا بيطلع على شاشة التلفزيون بيحط ورقة قدامه بيقعد بيقول بهيدي السنة بده يصير واحد اثنين ثلاثة، وانت واحد منهم. صح. اوكي؟ أول شيء أنا بعرف أقرأ الورقة اللي بحطها قدامي. شو قصدك؟ يعني اللي بيكتب شغلة بيعرف يقرأها. عن مين عم تحكي عادة؟ اللي من أنا أمسك ورقة وأقرأ وأتلعثم بالقراءة. عن مين عم تحكي؟ أنت عارف كتير منيح عن مين عم بحكي. عن مين عم تحكي؟ بعدنا بليلة عم تقول لي بغار منها، أنت كنت من ساعة ايه؟ بغار من شخص ما بيعرف يقرأ على الورقة شو كاتب. بدنا نروق شوية. أنا جيت لعندك حامل ورقة بإيدي ماتريكس كله هون، ما في شيء على الورق قدامي، كله هون جوا. بتعرف شو ماتريكس؟ اتس ا ماتريكس. اللي بيقولوا عنك انت زياد الخالدي كذاب، شو بدك تقول له؟ انا لا اله الا الله، بدي اقول لك شغله. شو بس؟ لا ما تكسر الطاوله لانه ما عندنا غيرك، خلينا نكمل الموسم. بنجيب لك غيرك الطاوله. ايه ما انت المصاري عم تلعب. الموسم هي اخر موسم. انت
طيب ما معك خبر انه اخر موسم؟ لا والله على علمي في مواسم كثيره. لا انا بقول لك انه اخر موسم. طيب كذاب ايه او لا؟ ما انا عم جاوبك عن كذاب، اذا انا كذاب بيكون اللي عم بحكيه هلا غلط. انت تمام بلاي، انا عم بقول لك هلا على الهواء وانت كذبني اذا انا كذاب. هيدا اخر موسم بالجديد. طيب عم نحكيها على الجديد، الاداره ما رح تنبسط، ليه سكتت؟ شو بعرفني لانه بلكي انت... مضي لك شيء وما معي خبر لا ما تخاف. ليه؟ مشعوذ. لحظه لحظه، ليه هربت من السؤال؟ انت مشعوذ. ليه هربت يا خيزو؟ شو بدك بفيي؟ انت عم تهرب من كلمه كذاب ما بقتدى على الناس، اوكي، مشعوذ. انت منك أكيد مشعوذ؟ اكيد لا، لعن الله المشعوذين واذا انا منهم انا كمان منهم، بظهرهم يعني. يعني الله يلعنك معهم. الله يلعن المشعوذين كلهم. كلهم. كلهم كلهم، وكل من يدعي علم الغيب هو كاذب ومشعوذ. بس بدك تقول لي انه وانا مش واحد منهم. طب الحمد لله. بس زياد انت بهيدا الاجريسيف اللي عندك وشكلك أيه. ما بتحس حالك بتحضر الشياطين؟ الشياطين هاي خبرية، هاي أول مرة بسمعها، هاي خبرية جديدة حلوة. يلا حط لي الكاميرا نضال على وجهه بس بدون ما تضحك هلا، فاجيني الصورة اللي فتت لي فيها. هو شكلي الطبيعي يعني؟ شو؟ شكلي الطبيعي؟ شكلك بخوف يعني كأنك عم بتحضر جن وما جن. يلا طيب لا؟ لا أعوذ بالله. شو؟ نحن بنحضر جن، شو الحديث هذا؟ ما بتحضر جن؟ أكيد لا. اساسا منين اجت خبرية الجن؟ أنا بعرف أن ربنا وملائكته 56. طب أنت أي واحد منهم؟ عزرائيل. أي شو؟ عزرائيل. أنت؟ ملاك الموت. أنا أنت ملاك الموت؟ إيه صحيح. هلا بعد شوي بقدر على مكنسي أنا من هون. أي واحد منهم؟ مش جاي بالسيارة. طيب أي واحد منهم؟ الكذاب المشعوذ أو بتحضر الشياطين؟ أنا زياد الخالدي الذي أؤمن برب العالمين فقط لا غير. يعني مين بيعرف بعلم الغيب غير رب العالمين؟ هيدا بس رب العالمين مش كفر؟ فقط رب العالمين. هيدا مش كفر؟ أنت شو بتعمل؟ شو عم تعمل هلا؟ أنا يا صديقي شو عم تعيدة 3000 مرة، أنا أتوقع حصول أمور معينة وتحصل. بس أنت تحديتني على الهوى على الجديد. إيه وهلا أنت هلا شفت كيف عم تناقض هلا حديثك؟ هلا عم بتحداك، أنت عم تقول لي كذاب. أنا بدي أقول لك شغلة، إذا أنت هلا فيك أنت أدران. تحمل الرقم الخامس يا تمام بلاك بالأرقام. شو يعني الرقم الخامس؟ رح أقول لك شو، رح أعطيك إياها. أوكي ونحن على الهوى عم يحضرونا آلاف بالملايين شو بعرفني مشاهدين. أنت أنت تمام تحمل الرقم الخامس. أنا على حس... الأرقام تبدأ من صفر للتسعة، كان الصفر وكان اللاشيء كان العدم. أيه. ما هيك؟ أيه. عندما أتى الله وخلق الأرض على هيئتها من بشر وحجر ولا على ما هي عليه، قال الله كن فكانت على ما هي عليه. أوكي؟ وخلق آدم على الرقم واحد، كان أول الخلق سيدنا آدم، ما هيك؟ الأرقام هي سايكل بتمشي من صفر لتسعة. أنت حط رقم قدامك هلا قد ما بدك حجمه، ما في ترددات غير من صفر لتسعة. هي الأرقام. خمسة. عملت لك حساباتك، ما انت محضر درسك وانا محضر درسي هي. كمان طيب شو يعني هي. ما فهمت. انت بتحمل الرقم الخامس رح اعطيك شغله بارقامك انت وانا اتحداك هلا على الهوى وان شاء الله انت والاداره ما تزعلوا هلا لانه لح اقوله ما لح تحبه كثير. انت على الرقم الخامس انا على حساباتي بتقول انك انت يا وقعت يا سوف توقع عقدا ما خارج هذا البلد. كل حدا هيك وهي برات هيدي الإذاعة. كل حدا هيك؟ لا مش كل حدا هيك، كل إعلامي. هذا الشيء قريب يا حبيبي وأنت فايدل وهي آخر سيزن وأنا أتحداك إذا ماضي. ليه سكتت؟ زياد كمل هلا بدي فوت بالموضوع على الأسئلة هلا. طيب ما بيهم الناس بتحداك. بس أنا عندي عم تحداني. ليش ما أنت يعني أنت تعلم الناس. بالغيب يعني ما برنامجك ريتنج عالي الناس بتتابعك كمان بيهمهم أمرك. بس أنا بيهمني شغلة، أنت اليوم عم بتقول لي إنه ما حدا بيعلم بالغيب إلا رب العالمين. صح وبعد أنت اليوم بكل ساعة عم بتقول لي بتحداك على أي حق بقلك اللي بتحداك بوقت انه ما حدا بيعرف لانه حساباتك تقول هذا الشيء. يعني انت بدك تقول انا عملت حسابات ما بتقول هذا قلب لنفسي هذا الشيء. خليه يقلب نفسك. آه. خذ حبي هاو كلهم الك حطيتهم هون دول لكم انتم للضيوف. انا شفتك قد ما عندكم شفرات. لا والله اتضايقت كثير من هيدا الشيء مش منك يعني من عادي من القفص ما احنا عاملينه قصدا يعني عاملينه لتضايقوا فيه الناس. اخذت حبه انا اخذت ما بيسوى اخذ اثنين. لا ما مشي الحال. شكلك انت مرضك انت اقوى من هذا القفص. انت انت توقعت نهايه لليلى عبد اللطيف. صحيح بالتوقعات. صحيح جاوبني ماذا تتوقع لليلى عبد اللطيف اليوم؟ ما بدي اتوقع هلا. وقفت ليلى عبد اللطيف ما بتعني شو يعني وقفت؟ ما بتعني هلا براجعه البرامج. لا لا بدي اتوقع لها هي ما بتعني لي شخصا يعني. شو بتتوقع لليلى عبد اللطيف؟ ما بتعني لي توقعت لها قبله قلت انه برنامجها بيوقف ووقف. قلت هلا شو حيصير فيها؟ برنامجها طلع بكاميرتك شو بتقول لليلى عبد اللطيف؟ وين الكادراج تبعنا هون؟
شو بدي اقلها؟ بدي اقلها على المستوى الشخصي ما عندي شيء ضدك، ولكن الشغل اللي عم تعمليه اوريدي وقف خلاص؟ يعني ليلى عبد اللطيف ما بقى حنشوفها؟ هلا بتشوفها، يمكن تستضيفها شي نهار. ميشيل حايك. شو بو ميشيل حايك؟ ماذا تتوقع لميشيل حايك؟ بعد بيعمل السنة ميشيل. وبعدين؟ وبس. وبعدين؟ عنده بزنس أكبر من هيك. ماذا تتوقع لميشيل حايك؟ فضيحة في بلد عربي. أنا عم بسميها، ليه خايف تحكي؟ أنا عم بسميها فضيحة فضفاضة. ليه خايف تحكي؟ أنا ما بخاف صديقي. أنا بحترم وأراعي شعور الآخرين. طب شو توقعت له هلا؟ كلمة فضيحة تقيلي شوي. طيب عاد. مش حلوة يعني. أوكي شو بس بتوقع له فضيحة. أيه. وسنة الجاي بينتهي. صحيح. يعني بتعطيه بعد سنة لميشيل حايك. 100%. مش أنا بعطيه. أنت واعي باللي عم تحكيه. أرقامه هيك بتعطي. أنت واعي باللي عم تحكيهن اليوم. 100%. بكامل وعي. مع أي جهة سياسية أو جهة معينة أنت بتتعامل، مين هن الأشخاص لا تقدر تصيب هيدول القصص اللي بتقولن؟ ما حدا. ما حدا. هيك دراجة؟ ما حدا. شو بك؟ أنت في جهة أمريكية وقطرية تتعامل معها. يا لطيف. يا لطيف؟ لا بك تروح أنت على وضعك شوي علي يعني هلا. قطرية. قطرية. قطرية أو أمريكية. يا لطيف. هالقد؟ أنت بعيد عنهم. مش عن علمي، قطرية وأمريكية. عم شوف إذا في شي حدا عم ينبع يطلع من هون. شو؟ أكيد لا. مش هي اللي دعمتك أمريكا؟ أمريكا دعمتني لما لقوا غيري يدعموا. جاوبني على السؤال لأنه هلا حطرح عليك بعد شوي سؤال تاني. بأكد هيدا الموضوع بس جاوبني. هالقد عندك تأكيدات؟ خطير أنت. أنت مين اللي دعمك؟ مع مين بتتعامل؟ مدعوم من رب العالمين أنا. جاوبني. إيماني بالله دعمني أنا. ليه عم تشيله؟ هل أدعى الصبر؟ لا. أي جهة؟ الأمريكية أو القطرية؟ نعم. لا الأمريكية ولا القطرية. لا الأمريكية ولا القطرية. أنا مدعوم من رب العالمين فقط لا غير. فيني حتى هون؟ خلينا بس نظبط الميكرويات. إيه هلأ منظبطه تكرمه. ما زال قلت لي أنه ما عندك علاقات أمريكية ولا قطرية كما بتقول الشفرة. توقع لي توقع على ترامب. شو بتتوقع على ترامب؟ توقع على ترامب؟ أي. بشوف ترامب يخضع لمحاكمة بأمريكا خلال ولايته واعتقادي حسب أرقامه شو بتقول إنه ما بيكفي الولاية تبعه. أردوغان. أردوغان يا عزيزي أنا كنت توقعت حكيت عنه شيء قبل وبرجع كنت قلت حرفيا بالتوقع إنه السياسة التركية المتهورة رح توصل لما هو عليه هلا. وهلا منقول له لأردوغان طبعا انه الحكم العثماني لن يتكرر. يعني لن يتكرر الحكم العثماني. يعني السقوط قريب لأردوغان. صحيح. شو بك حسيتك هيك تعبت؟ شوبت. خلينا نتابع أنا وياك. عندك علاقات مع مين بلبنان؟ وإذا كنت جريء وإذا كنت فعلاً أتحالك قول مين هن علاقاتك السياسية. أمور شخصية. أمور شخصية. ليه؟ مش قصة جرأة ولا رجولية. ليه؟ أمور شخصية ما فيك تحكي. لا 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 عندي علاقات كتير. عندي أصدقاء كتير. مع مين؟ ما بدي أصدقاء. شو بدك؟ علاقات مع مين؟ ومع أشخاص نافذين قد ما بدك. ولكن ليه؟ ولكن لا ما بسمح لك لا تقول عنهم ولا تجيب أسمائهم. بلا. لأنه هذا لا هذا صار تشهير. لا 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 لا, لا, لا. هذا صار تشهير. من شو بتخاف؟ ما بخاف إلا من الله اللي خلقني يعني. بس انه عم برجع لك اياها بلكي بدك شي حبه. بس هاي بهي الطريقه قله احترام. لا لا بلكي بدك شي حبه او شيء. جاوبني على السؤال. عم تقلو توقعاتك نفسك. توقعاتك او اذا بدك التعاطي معهم لهدول الاشخاص فيني سمي اول شيء عندك تعاطي مع تيار المستقبل انه كن لهم كل احترام. انا عندي كل الكل كل احترام. بس جاوبني هلا في علاقه اكيد مع حزب الله. في علاقه بفتخر فيها. ليه ما افتخرت بتيار المستقبل؟ بفتخر فيهم بس انا علاقتي باحد الاشخاص انا كحزب الله بفتخر اني لبناني وعندي حزب الله عم يقاوم على لبنان. علاقات سهله وبقول على راس السطح يعني. مع مين كمان عندك علاقات؟ عندي كثير علاقات مع كثير اشخاص وكثير نافذين.
مع المخابرات عندك علاقات؟ ما عندي علاقات مع المخابرات. لا لا لا، عندك شي معلومات؟ اعطيني توقع عن الرئيس ميشيل عون. خلينا ليك، انا الرئيس ميشيل عون اللي هو بي الكل، وانا بكن له احترام فائق. اعطيني توقع واحد عن رئيس الجمهوريه الجنرال ميشيل عون. ما بدي اتوقع. سمحت السيد حسن نصر الله. سمحت السيد حسن نصر الله. توقع بس سريعا. خاف عليه كثير من المقربين منه. شو يعني؟ من الدائرة الضيقة يعني. خاف يعني عليه. أنت درزي صح؟ على الهوية. يعني أنت درزي وما بتعترف إنك درزي. قد إيه أنت شخص بلا وفا لبيئتك ولا ديانتك؟ مين قال لك ما بعترف؟ أنت ما بتعترف بإنك درزي. مين قال لك؟ أنا عم بقول لك. مين قال لك؟ لأنه مرتي من غير دين يعني؟ لا أنا عم بقول لك. ما عم بفهم عليك. بس جاوبني على السؤال. اليوم قد إيه بشع لما شخص يكون من مذهب معين أو من دين معين وما بيعترف فيه؟ قد إيه بشع نحكي بهاي الأشياء أساساً شو؟ إنه هذا درزي وهذا سني وهذا شيعي وهذا مسيحي. بس ما تعترف فيهم هيدي الكارثة. لا أنا بعترف بكل الأشخاص وبكل الناس وأنا أنا من الطائفة الدرزية وإلي الفخر يا أخي. بس بدي أقول لك شغلة، أنا I have my own beliefs، عندي عقائدي الخاصة. أنا بعرف إنه رب العالمين خلق هودي البشر. لا قال له انت درزي ولا قال له انت مسيحي ولا قال له انت سني ولا قال له انت شيعي، قال لهم انا خلقتكم بشر لعبادة رب العالمين، انا عندي قناعاتي الخاصة. نعم. قناعاتي الخاصة بتقول بس بدي اعبد بعبد رب العالمين، وبس بدي اتوجه لشيء طلب بطلبه من رب العالمين. مش رب العالمين وكل الرسل والاعمال والاخبار بتقول لا تشركوا بالله؟ يا اخي ليه بدي روح انا اشرك بالله؟ ليه بدي روح شوف هذا وهذا وهذا؟ بس بدي شيء من ربي بيحكي معه، انا ما بدي حواجز، وانا عابر للطوائف يا صديقي. انت درزي على الهويه برجع بقول لك. طيب يعني لا تعترف بالدروز، انت درزي ولا تؤمن بالتقمص، فك لي هيدي الشفره. شفره التقمص انا عم فكها تحديدا، بدي انا توم اخي، انا غير ما احط اصبعي ما بقتنع. اوكي انا غير ما احط اصبعي ما بقتنع، انا زلمه هيك عقلي، انا زلمه بشتغل بالعلم. يعني انا اليوم بدي شيء يقنعني بهالموضوع لاقتنع فيه. يعني اليوم كل الاشخاص انا لازلت لتاريخ اليوم عم ببحث بهذا الموضوع لشوف بقتنع انه في هالشيء موجود، نعم او لا. يعني وين بيكون المشكله اذا انا باحث بهذا الامر يا اخي؟ ليش نحن دائما عندنا خوف التلطي ورا الاصبع ورا الايد؟ انه في اشياء واو تابو مش لازم ينحكى فيها. بس عم تحكي اليوم انه معروف بالطائفه الدرزيه التقمص موجود، مش بس التقمص فيه. مش بس اركان اركان الطائفه اكبر من موضوع تقمص يا صديقي، كمان اكبر بكثير من أركان. شو بس عم تحكي يعني عن التقمص الدين. عم تحكي عن التقمص الدين كبيرة. يعني اليوم هلا كل الدروز انا شخصا بعد ما لمست شيء يقنعني. بس هلا عم جاوبك، انا شخصا ما لمست شيء يقنعني. بس اللي بيحبني يحبني، اللي بيكرهني بيكرهني، مشكلته مش مشكلتي لإلي، هاي مشكلته له مش مشكلتي لإلي ابدا. اللي مين راح يودع الحياة من هون لاخر السنة؟ طلع فيي وقلي ليه عطول راسك بالارض؟ راسي هيك مرفوع انا ولا مرة كان بالارض. الضوء تبعك زعل، الضوء هيدي اضاءة التلفزيونات يعني. نص وجهي الضوء. نحن قوم ما تعلمنا نركع الا لرب العالمين. طب في مجال تجاوبني هلا وتقول لي يعني مين رح يودع من هون لاخر هلا السنة؟ لازم كون انا فال الموت والمصائب يعني؟ انت مصيبه بحد ذاتك. ليش؟ يعني انت اليوم مصيبه بحد ذاتك، جاوبني. ليك خليني ما بحب اقول اسماء بهالموضوع تحديدا يا خيي، بهالموضوع تحديدا. ما ضروري بس انا بدي خليهم عندي. اكتب لي هاي الورقة. ما بتعرضها على الهوا؟ ما بعرضها على الهوا. ما بتعرضها على الهوا؟ ما بعرضها على الهوا، بس بتضلها معي. بتضلها معك وعد كتاب عادي ما بياخدوها، بس لو بدي اعرف مين تفضل. ما تعرضها على الكاميرا. ماذا تتوقع؟ طولة العمر. كذاب. عم بقول لك طولة العمر. عم بسألك هاي قصة كذاب. وقف لي لا لحظة بس جاوبني. وقف لي اياها هاي هاي. ماذا تتوقع؟ وقف لي اياها. ماذا تتوقع؟ اتوقع لطولة العمر ان شاء الله. العمر بيد الله. انت هيك قايل؟ بقول العمر بيد الله. غيرت هلا. العمر بيد الله. بدي توقع واحد قبل ما اروح للسلطة الرابعة وقبل احكي معك بعد كم سؤال، جاوبني توقع واحد وبتمنى تجاوبني على مين خايف من الفنانين؟
ليه مصر تعلقنا مع الفنانين؟ بس بدي تعطيني شركة. خايفان على مادونا منيح؟ بسطت؟ أرقامة مش مريحة، ما حبيت أرقامة يعني. ليدي مادونا الله يطول بعمرها. طول بعمرها، أنا بحبها كتير أساساً يعني. بتعرف بعد البريك الإعلاني رح تابع معك الحوار، ولكن رح ينضم لإلي بالحوار السلطة الرابعة. أنا موحد من الطائفة الدرزية الكريمة وأتبع نهج الإمام علي، ولي كل الفخر. هيدا كفر ولا مش كفر؟ كفر، علم الغيب كفر. يعني أنت كافر. لحظة، أول شيء بدنا نظبط الكلام على الهواء. هيدا الوجه بوجهي هلا ملاك؟ ممكن يكون عزرائيل، شو بعرفك؟ لأنه شكلك بخوف. ايه ممنوع التدخين بال شك علي. لا بس ممنوع تدخن. فيك تتشكى علي اذا بدك. بس خليني لك شيء، بالاستوديو ممنوع تدخين. شو بنعمل؟ يعني اول شيء هي قلة احترام للبرنامج. نوصل لفقرة اكيد السلطة الرابعة، ولكن قبل ما نروح وعرفك عن الضيف اللي بده يواجهك المواجهة وتكون شوي هيك مرتبة، لأنه صار لازم انتوا الاشخاص يجي حدا يحط حدود لهيدا الموضوع. يعني اذا ما في دوله بتحط حدود قهرك يعني؟ اكيد قهرني واكيد مزعوج. نجم اكثر منك يعني؟ هلا تنجم بدك كثير يعني صعبه. بس جاوبني اللي فيني مكفيني. جاوبني انت، خيك مع الاف في اي؟ لا خيي ضابط، مش مع، في فرق. خيك ضابط بالاف في اي؟ ايه باحدى المراكز في امريكا. صح، حلو. يعني خيك اليوم بيعطيك معلومات، بتطلع بتشوف حالك بطل على الشاشه انه معلومات. هلا هي مش شرط لي. اذا لعلك شغله مش شرط اذا خيك ببوزيشن معين يكون عم يعطيك معلومات. شو هو عم يقوي يشيل الثورات شو بدي؟ بس عم بسالك يعني انت بتطلع بتعمل قوه على الشاشه انه انت عندك هذه المعلومات. جاوبني على السؤال تحديدا. هي. اليوم اول شيء قلت لي مزبوط خيي. صحيح، ما بنكر، بفتخر فيه انا انه نعم. لبناني بهيدا البوزيشن بامريكا اكيد بفتخر فيه. ومبسوط انك انت حدا مصونه. مصونه؟ ايه هلا فوتت الامور ببعضها. لا شوي. عم بسالك سؤال، انت اليوم مبسوط انك حدا مصونه؟ لدي صداقات ماسونيه. لا شيء يعني الماسونيه شوي كلمه ما أنا, يعني. انا سؤال شفره وانت بتجاوب. لا عليها. انا ماني ماسونه. انت ماسوني؟ لا ماني ماسونه. منك ماسونه؟ لا. ما تكرمت من فتره من أشخاص خاصة بالماسونية؟ كرمت من الجلوبال كونسل فور بزنس اند تريد، اللي هو المجلس العالمي للأعمال والتجارة. وأضف إلى معلوماتك أني فايس بريزيدنت وعضو مجلس إدارة فخري. لا مين؟ لا الجلوبال كونسل فور بزنس اند تريد. وبتشتغل عند مين أنت؟ مستشار عند مين؟ مستشار مين أنت؟ لا اوعى تجيب اسمه. ليه؟ لا 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 ما بسمح لك. ليه؟ لا اكيد عم بسأل سؤال. لا مستشار. ايه اوكي مستشار. لا ما فيك تقول اسمه اكيد. ليه ممنوع؟ لانه موضوع خاص بالرجال هيدا. لا ما موضوع بسمح خاص لك. بالرجال اكيد. اكيد اكيد. انت مصوني ولا منك مصوني؟ انا ماني مصوني. ليه يقال عنك لا لاني يمكن تكرمت يا اخي بهيدا الشيء. ايه لانك مقرب منهم كثير. مقرب منهم اصدقائي اصحابي. ايه شو ليه عندكم مشكله معه؟ عندك انا من غلط تكون ماسوني؟ لا مش غلط. اوكي لا لا مش غلط ابدا. مش غلط تكون ماسوني؟ لا مش غلط. ايه بس انا ماني ماسوني. انت منك ماسوني بس مش غلط تكون ماسوني. لا مش غلط تكون ماسوني. لا ما بعرف ليش عندكم مشكله معه يعني. ضلك قول انتو عرفت يعني ضلك تهرب من السؤال. انت مالك كله حرام. هلا انت انزعجت اني تكرمت يعني عالميا؟ ايه بيقولوا عنك انه كل اموالك بس ما جاوبتني بعد واللي عندك اياها كل اموالك كلها حرام. اموالي؟ ايه هالشخص اللي قبالك رفض له قرض بيت من بنك لبنان والمهجر لو عنده اموال بقدم قرض بيت اللي يعني؟ معك ايه هون الالف ليرة اللي بجايبتك هي مال حرام لانه الشغل اللي عم تشتغله كله حرام. شغلي كله حلال، انا لا اتقاضى اجر. ما انت فقعت خبرية هلا اني مستشار لاحد الاشخاص انه اكيد اتلقى بس اجر. بس عم لك يعني. اللي من هو هذا الشخص؟ ما فيني. ليه ما بدك تقول؟ لانه شي شخصي. ما تتجرأ علي وتقول لي عم تقول. لانه ما لك علاقة تفوت انت بموضوع. لا حبيبي لحظة لحظة لحظة
لحظة ايه. ما فيك تفوت بإشياء خاصة، رجل نافذ وكذا وخبجي. أنا بقول بلكي ما بده يحكي الزلمة، ليش ما نتعدى أموره الشخصية؟ أنت يا 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 شخص يا كبير يا مثقف يا طبعًا. حضاري يا لو ما كبير ومثقف وحضاري لا أتكرب من المجلس العالمي للأعمال والتجارة وأتعين فايس بريزيدنت وعضو شرفي بالمجلس ومستشار لأهم الأشخاص اللي أنت نبشهم. طب ليه بتستحي تقول اسمه؟ ما بستحي، بفتخر إني مستشاره، بس هذا الشيء شخصي ما بسمح لك تقوله. وبتفتخر إنك بتنكر عائلتك؟ ما بن يعني نكرت انه انت لا ترضى انك تكون، يعني ما بتقبل تقول انه انت درزي. انت تقولني اشياء لم اقولها يا اخي. اليوم انا عم بقول لك انه انت حقل لي شو اسمك، شو اسم عائلتك؟ زهر الدين. شو حاطت انت على الفيسبوك؟ حاطت الخالدي زهر الدين. حاطت زهر الدين، بس اليوم شو اسمك؟ كيف شو بعيتوا لك يا خي؟ انا هاي شغله بندم عليها لهلا، هاي قلت لك شغله. انا يعني كل الصفات اللي قلتهم عندك السوشيال ميديا. لا يا حبيبي، السوشيال ميديا اللي وقت اخترعوا لي قالوا لي لازم نعمل اسم اعلامي الخالدي، وانا بقيت مشارط لهذا التاريخ انه انا على السوشيال ميديا تبعي وهي العالم عم تحضر بلاقوا زياد الخالدي وبين هلالين زهر الدين. من نكر اصله لا اصلا له حبيبي، وقال الشرف اني من بيت زهر الدين، وقالي الشرف اني من بيت زهر الدين، وقالي الشرف اني من كفر قطرة شوف ودرزي ودرزي. وينو امير الكابتاجون؟ عطيني توقعك عن امير الكابتاجون. برات لبنان. شو برات لبنان؟ منو موجود هون بلبنان؟ منو موجود هون. ايه؟ هذا تصريح خطير على فكرة. مش تصريح، انا هيك شيء انا اتوقع يا اخي، انا زلمي هلا صرت اتوقع. اتوقع. انت شفت كيف اتناقض حديثك كل الوقت؟ مش تقول توقع، انا لا كل وقت بقول لك انا اتوقع حدوث أتوقع. الاشياء انا لا ارى هذا الرجل في لبنان. اين هو امير الكابتاجون؟ بلكي بهواي عم يشرب انا ناس عم بتجوز بشي محل، شو بعرفني. يعني اليوم انت عم بتقول انه امير كابتاجون منه محبوس؟ ولا مش شايفه هون الصراحة، هاي يمكن يكون غلطة. هيدا تبليغ كمان فيها نقوله. وقديه بيجيك حوالات شهرية ومن مين؟ حوالات شهرية؟ طلع فيه وما بعد تعيش للدور. جاوبني على السؤال، قديه بيجيك حوالات شهرية؟ قبل الأموال الحرام أنت أضربه بعشرة. شو بدي فيه؟ الحمد لله أنا بلاقي لي الحلال مش حرام. وهو حلال، أنا مستشار. أنا بقبض ثمن استشاراتي عادي، سقفي عالي شوي بس. سقفك عالي كتير؟ أكيد. مش عيب الخيانة الزوجية إيه عندك؟ إذا مشروعة يعني. لا هلا مش عيب، أنا صراحة شيفرة مش عيب، ما عم بقول إذا، أنا عم بتهمك. عيب لك شو؟ عيب إذا مش عيب الخيانة الزوجية؟ عيب إذا ما في سبب بس. إيه بس أنت ما عندك مانع تخون؟ لا أنا ما بخون، أنا مع احترام المرأة وحقوقها إلى أبعد الحدود. بركاتك طبعا. جاوبني على السؤال، لا خلي لك ياهن. جاوبني على السؤال، انت مع المساكنة؟ مع المساكنة. عملت مساكنة قبل تتزوج؟ عملت مساكنة. مع المساكنة اكيد. بشكل كتير سريع بظرف دقيقة، هيدي ورقة وهيدي قلم. ايه شو بعمل فيها؟ بدي تتوقع لي لهيفا وهبي بالارقام بس بسرعة. مش بحاجة لورقة، هيفا وهبي. ليه ما انت قلت ما بتعرف تتوقع انت على الارقام؟ براسي بحسبهم. هيفا وهبي مش رح يكون رمضان على قدر التوقعات. شو يعني؟ يعني شو هالتوقع؟ ما لح ما خليتني خلص؟ في مشكلتك ما بتسكت، شرب مي. في مي حدك، شرب مي. هيفا وهبي رمضان ما رح يكون على قدر التوقعات، هذا اول يعني. شيء، بعدين عم نشوف ازمه ماليه حاده وعم نشوف بأرقامها في عندها دعوة كتير كبيرة رح تأرقها لفترة طويلة. يمكن ابتعد عن الإعلام شوي. أحلام؟ أحلام فضيحة، خليني أسمي لك إياها فضيحة مالية كبرى ومشكلة عائلية بقلب بيتها. إليسا؟ إليسا بشوفها أعلى بكتير من ما هي عليها هلأ. هاي نوال الزغبي. نوال الزغبي تراجع حاد. مين من البرامج اللي بتتوقف عن الهوى؟ سميلي. ما بسمي، انت ما انت صاحب التوقعات والخبرة، اعطيني مين السنة الجاية المواسم الجديدة ما بتكون على الهوى؟ بلد شفير بنو على الهوى. ومين كمان؟ ليك بشوف هشام حداد برنامجه بوم ما بيتوقف. تحية لهشام برنامج حداد. انا بحبه كتير لهشام، برنامج ناجح جدا. مين البرنامج الثاني بدي يتوقف؟ برنامج عادل كرم. هيدا حكي.
ما عندي مشكلة معه طبعاً، هو بحبه على المستوى الشخصي ما عندي مشكلة معه. أنا الأشخاص بتوقع لهم ما بكرههم يعني، عم يفكروا يعني إن عندي كره ضدهم يعني، يعني إنه شيء بكون شايفه بقوله يعني، ما عندي مشكلة مع حدا يعني. في 4-5 تصريحات إذا صاروا يعطيك ألف عافية. يا لطيف رعب. يعني خربت البلد. يا لطيف. جاهز روح للسلطة الرابعة؟ إيه. جاهز. قلت لك أنا خلقان جاهز. أنت خلقان جاهز. Born ready. فإذا بنوصل لفقرة السلطة الرابعة ومرة تانية بطل معي ببرنامج بلا تشفير راغد قايس من شرطة المشاهير، موقع مميز جدا وهو أيضا بيعرف يحاور بطريقة مميزة، وأنا رح أترك الهوى لراغد على الهوى. مساء الخير راغد. مساء الخير تمام. كيفك؟ تمام. ماشي الحال؟ مساء النور. شرطتك اليوم عامل شيء بخصوص ضيفنا زياد الخالدي أو لا؟ أكيد لما بيكون ضيف عليها الأد علامات استفهام أكيد في كتير أسئلة بدها تنطرح مع رغم أجوبتها غير مقنعة. نعم. كفيل يعني فيها. راغد قايس الهوى لألك والمواجهة بينك وبينه، تفضل. اللي بيفوت شوي لعندك على السوشيال ميديا وخاصة الفيسبوك بيشوف عندك بوستات شوي مختلفة، شيء آيات قرآنية وشيء عن يسوع المسيح والسيد المسيح وهو أعظم رجل، وبعدها منشوف شيء آية قرآنية طبعا. أنت اليوم هيدي منا متاجرة بالدين، كونك كمان من دين التوحيد من طائفة الموحدين دروز ونكرت سابقا وهلأ اعترفت، وإن نكرت أني من بالحلقة وإن نكرت بالتقمص. لا خلي لي لا حبيبي بدي أقول لك شغلي. أول شيء أنت شكلك من طائفة الموحدين الدروز بناء لعائلتك يعني، فلو أنا بنكر هذا الموضوع معرفتك لا من عائلتك ولا من لهجتك بدون ما أشوفك. أول شيء أنا برفض أنك تقول أنه أنا ناكر أني من طائفة موحدين دروز، هذا شيء ما بسمح لك تقوله نهائيا، لأنه أنا من هذه الطائفة الكريمة وأفتخر يا عزيزي. هي أول شغلي. تاني شغلي أنا اللي قلته كان لازم تكون أنت فوكسينج أكتر على موضوع قصة التقمص. أنا قلت عندي علامات استفهام هذا الموضوع، وأنا زلمي بآمن بالشي اللي بلمسه بإيدي. يعني لا تؤمن فيه يا حبيبي؟ أنا ما بؤمن بشي ما طيب. بلمسه بإيدي. يعني لا تؤمن بالتقمص؟ أنت من طائفة الموحدين الدروز كيف لا تؤمن فيه وأنت عندك حالات؟ إذا أنت عايش بمنطقة الدروز عندك حالات بتثبت إنه هيدا الشيء مزبوط. والله أنا شخصاً ما شفت الصراحة. ما فيك يعني ما فيك تتعدني زلمة ملحد إذا أنا ما شفت شيء ملموس بإيدي. طب ليش هن الدروز بيقشعوا حالهم فيه؟ خي ما بعرف ما عندي فكرة يعني. بدك بيشرفهم يكون في واحد بصار منجم على الهواء؟ بيشرفهم الدروز يكون عندهم ناس بتسرق وبتقتل وبتنهب مثلاً؟ أو بيشرفهم يكون عندهم؟ عن مين عم تحكي؟ أعطيني يكون عندهم إعلامي. أنت أخطر من اللي بيسرق. أنا انت بتضحك على الناس وبتستغل الضعف عند الناس ومصايبهم واللي عندهم حالات نفسيه. ايه انا بشوفك عم تتهجم علي بطريقه تانية، عم تتهجم علي بطريقه طائفيه لانك اعتبرتني اني شاذ عن قاعده ابدا الدروز. مش طريقه طائفيه. انت من اي دين كنت؟ كنت من الاسلام الشيعة والسنة او نحن الدروز الاسلام يا صديقي؟ هل في طائفه تتشرف بمشعوذ؟ اول شيء انت شكلك مش عامل منيح شغلك، لانه انا كلمه مش مشعوذ. انت اذا انا عامل شغلي انا صحابي مش انت اللي بتقيمني، بيقيموني ناس خبراء بهذا المجال. انت عليك تجاوب على اسئلتي لو سمحت وما لك حق. هلا بس كون بمحب بتحقيق، انا بجاوبك كانت عم تحكي معي كانك شي قاضي بدك تهدي البال شوي. انا السلطه. اول شيء انت السلطه الرابعه، انت صحفي صديقي وتطرح هموم الناس، انت عم شوف مشكلتك شخصيه معي. اول شيء انا كموضوع موضوع الطائفه الدرزيه صديقي، أنا ما بطلع بنشر غسيلاتي على السطح مثل ما أنت عم تعمل هلأ، لأنه موضوع الطائفة الدرزية هو موضوع الحكمة الشريفة اللي هي منزهة عن كل هذه المواضيع اللي حضرتك عم تطرحها بالإعلام. هيدا الحكي اللي عم تحكي هلأ. فأنت أنت اليوم في شيء إذا أنت مش مطلع منيح، في شيء اسمه استتار بالمألوف الذي أنت لا تمثله الآن يا صديقي. أستاذ لو سمحت، أول شيء ما بسمح لك توجه أي اتهام أنا شو بمثل، ومين قال لك إنه أنا درزي أو غير درزي؟ أنا ما طلعت هلا أجي أعطيك. هلا شو ما بهمني الموضوع، أنا بتعامل معك لما أنت بتقول منك مصوني لو سمحت. بس لا بدي أقول لك، لما بتقول أنت منك مصوني، العين اللوجو اللي على موقعك وصفحتك هل تمثل الماسونية ولا لا؟ هيدي اسمها ميكايال وينجز يا حبيبي. ميكايال وينجز هيدي حدود على جوجل. بس هيدي مش من الماسونية. لا من ابرز علامات الماسونية. لا لا يا حبيبي فضل. لا لانه يقال انه هو ميكايال الذي سيقود
جيش الله لمحاربة الكفار. يعني أنت لازم تبحث عن يعني ميكايال وينز أفضل. هيدا اللوجو، أنت أول واحد. ليه أنا والضيف أيه. وكذا حدا قال بس انا ما عندي مشكله اذا كنت ماسوني. آه انا انت ماسوني، يعني ماني ماسوني. لا بتعرف انك ماسوني؟ لا لا ما انا ماني ماسوني. منك ماسوني بس تؤيد الماسونيه؟ اكيد بايدهم، ما عندي مشكله معهم. تؤيد الماسونيه يعني معهم؟ ايه بايدهم، بس انا يعني ماني منتسب. يعني يعني منك موحد درزي؟ انا موحد درزي. اصلا كلمه دروز لا تطلق على الدروز. أوكي. لانه اسمهم الموحدين. ما بقول لك كرمال هيك، عم بقول لك موحد درزي. انا موحد ولست موحد درزي صديقي. اوكي موحد يعني ما انا موحد اتبع نهج الامام وعلي تحديدا. استاذ ما فيك تكون موحد. لحظه وقف بس تسمع الجواب اللي سالته. لحظه انا موحد من الطائفه الدرزيه الكريمه واتبع نهج الامام وعلي ولي كل الفخر. ولا تتبع نهج الطائفه الدرزيه؟ اتبع نهج الامام وعلي. وما يعني لك السيد المسيح؟ يعني لي كل المعاني. السيد المسيح صلب لينهض بعد 3 أيام ويحمل آلام البشرية. يعني أنت عامل كوكتيل من الدين للتاجر فيه. أنا عامل كأنت لمعلوماتك اللي أنت ما بتعرفه يا حبيبي. أنا مرتي مارونية، سو أنا ما بعمل كوكتيل. أنا مرتي مارونية وولادي معمدين بالكنائس المارونية. ما أنت عامل كوكتيل. وأنا ولادي براهبات كمان، بمدرسة راهبات. إذا عم بتقلي تجارة، أنا مرتي مارونية، أنا الوحيد اللي ما بتاجر بالدين. أوكي. لأنه أنا من طائفة، أنا أمثل الشريحة الأكبر بهذا البلد. أنتوا بتتخبوا وراء إيديكم لأن عندكم تابو. مين بتمثل؟ مين بتمثل؟ أمثل نفسي. كان عم بتقول الشريحة الأكبر، أي شريحة؟ مين بيقبل الشريحة الأكبر أنت؟ المدنية يا حبيبي، اللي نحن نؤمن برب العالمين لكل البشر ومش متقوقعين وراء أجنحة فلان وأجنحة فلان. زياد شو عم بيقولوا عنك الناس هلأ؟ مش الناس عم بيقولوا صريح واخر همه. بس شو عندي سؤال. ايه؟ ليه عصبت مروق؟ لا لانه عم بيهاجمني بالشخص. طب عم بيهاجمني بالشخص. رد عليه. انا شو عم بيهاجمك على الحكي؟ انا عم برجيك حقيقتك اللي انت عم تطلع فيها مخبى. انا وهي المتاجره بالدين. انت عم تجي عامل كوكتيل من الشيعة من السنه من المسيحيه من الدروز وقاعد تبيع كلام للناس تضحك عليهم وتتاجر بالانسانيه. هيدا رايك؟ ايه طبعا. لما بدي يجي لعندك واحد تقول له انك انت بتشله الارق والقلق، بيبقى واحد ضعيف نفسيته وعنده مرض معلق ببصيص امل واحد، تجي بتقرطه بالمصاري وبتجي بتقول له انه على جناك وبتضحك علي. انتوا هول المشعوذين كلكم هيك. على اي اساس تجي بتقول انك موحد وتؤمن بالامام وعلي هيك. وانت بتقول تعلم بالغيب، لا يعلم بالغيب الا الله. انا قلت اعلم بالغيب طبعا. كتب عندك بالموقع، تفضل افتح الموقع تبعك. كاتب معرفة مستقبل وعلم الغيب، مساعدة الناس بقدرة الله تعالى. لا يا الله ميزك بشو على العالم. هذا عم تحكيني انت عن شيء مكتوب بالاعلام؟ يعني مكتوب على الويب سايت تبعك. هيدا الانترو بس نفوت لعندك اللي هو على الويب سايت. هو اللي موقفه انا من يوم الانطلاق يعني. والفيسبوك موجود كمان. الفيسبوك موجود ولكن الموقع هي الانترو زيتا. استاذ الانترو زيتا موجودة بالفيسبوك وموجودة بالويب سايت. موجود الفيسبوك تبعي موجود. انا ما جايب معلومات من عندي. انت كاتب معرفة المستقبل وعلم الغيب، هيدا كفر ولا مش كفر؟ كفر. علم الغيب كفر. يعني انت كافر. علم الغيب كفر. ما اسمع. يعني انت كافر. اللي انك كافر. انا كافر طبعا. لما بدي اقول الواحد اني انا كافر انت كافر. اذا بدك تسمع لجاوبك، اذا بدك فضل. تسمع لنضل سكتين طبعا. لحلك ايمتى بكون كافر؟ انا بكون كافر يا حبيبي لما نكون انا حكيت شغله تمام من ساعه لعد لك اياها هلا. لقد بولينا بقوم يظنون ان الله لم يهدي سواهم. انتوا عندكم مشكله يا صديقي، بس يكون واحد من دينه مجوز وحده تانية من دين تاني وبيامن بامام من دين اخر، بتعتبروه يا لطيف انه لازم يكون لا متقوقع بهذا المكان وعنده مشاكل مع كل الاديان الاخرى. ما عم بفهم يعني استاذ. انا ما بحسبك. الامام علي يا حبيبي امام عصره وزمانه. الامام علي طبعا. موجود ويتكلم بامور. روح اقرا نهج البلاغه قبل طبعا. ليش عم بتجاوب جوابات ما حدا اصلا سالك عنها؟ لا عم اقول لك روح اقرا نهج البلاغه بتجاوب حالك انه جوز مارونيه. اصلا انا ما كنت عارف انك طيب بزي. انا عم اقول لك انا عم جاوب. عم بتجاوب جوابات انا اصلا ما سالتك عنها. عم تتهمني بالطائفيه وما بعرف بالطائفيه. انا متهمك انك انت تاجر بالدين وعامل كوكتيل ضد الكل. فيني اعزبك ببيت المي؟ لا يا قصاص يعني اكيد ممنوع تشرب مي. بس انا عندي سؤال واحد. انت انزعجت لما فات بحوار بقصه المذهب الدرزي او الطائفه الدرزيه؟ لانه الطائفه الدرزيه عندي خط احمر حبيبي. نحن مقدمين شهداء للطائفه الدرزيه. طبعا الطائفه الدرزيه لا تتشرف بمنجمين. لك روح لا تتشرف. لحظه اول شيء بدنا نظبط الكلام على الهواء. يعني اليوم الطائفه الدرزيه اللي عم تحضرك برايك شو عم بيقولوا عنك؟ هيدا كان سؤالي. بيريحهم؟ لا بدي اسالك لك انت. ما انا عم بقول لك بيريحهم.
شو اللي خليك تبعد عن الطائفة الدرزية هيك؟ يا خي مين قال لك بعدت؟ هلا مين قال لك بعدت؟ حديثك واضح يا خي، انا كل ويك عند بضيعتي شو عم تحكي عراسي انت؟ بس شو اللي خليك، شو اللي خليك وصلك لهيدي المرحلة اليوم؟ لك اي مرحلة؟ هيدي اللي حكيناها اليوم على الهواء انت وراغد وانا. لانه مو نجم ما بيقبلوه فوق. لانه شو؟ منجم اها مشعوذ بتاجر بالناس. ايه معك، الناس وعد. انا بس بقى بدي احكي بنقطه، بدي بس شكل سريع لو سمحت راعي. بدي احكي عن 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 بس بدي اساله، عندك جوع شاشه وشهره وكاميرا؟ شو هيدا سؤال؟ جوع الشاشه عندك ايه؟ جوع الشو شاشه شهره والشهر الضو والكاميرا شهرتي موجوده هلا ماشي الحال يعني. قد ايه موجوده؟ ما بهمني كثير، لا ما بهمني ما بهمني. هيدا سألته يا السؤال، ما بيعني له اهم هو بيعتبر انه اهم من الكل. اه كثير منيح. بس سؤالك هو سؤالي انا بدي اقول له اياه، انه هو تعمد ببداياته انه يتهم زملائه مثل ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك انهم يقتبسون توقعاته والحلقه. لحظه منن زملائي، برفض يقولوا عن زملائي. منن زملائي، ليش ما كلكم عندكم الهام؟ عندي الهامين انا، وحده جارتي مخابراتي ومعلومات صحفيه بتطلعوا في شيء بيزبط في شيء لا. راغد تفضل كمل. فاتهم زملائه، بدي اقصر على كلمه زملائه لانه كله نفس السياق، براحة. فتهم زملائه بأنه يقتبسون التوقعات من عنده. وعلى الأساس وقت استضافك توني خليفي ببرنامج النشر سابقا، ومن من وقتها بيّنت على الهواء يعني أنت معلوف. ما بيّنت بتوقعات لإلك، أنت بيّنت بمهاجمة غيرك، استعملت أسماء أقوى منك بالوسط كرمال تبين وتطلع على الشاشة. هاي بتطلع على جوع شهرة 100%. هلا أنت مش عم تعمل هاي الخبرية أنت لتشهر نفسك على ظهري مثلا؟ انا بدي اشهر نفسي على ظهرك. انا عندي موقع حبيبي اكبر من توقعاتك ومن كل شيء انت بتعمله، من كل الكذب اللي بتطلع فيه على العالم. بس انا ما عم هاجمك بالشخص، قاعد اعمل لي بدك احكي لك بتوقعاتك كلياتها اللي مش صايره. لا لا هون فد الشخص، هيدا صار شيء شخصي بينك وبينه ما بدي فوت فيه. لا لو سمحت سؤال، عم بسألك سؤال. أيه. عندك سألك عندك جوع شهرة؟ أكيد لا. عم تطلع على ظهر زملائك لتعمل أكيد لا شهرة. أكيد لا أكيد لا. آخر همي راغد قايس تفضل، آخر كلمة لإلك، شو بدك تقول؟ أنا بس بدي أقول عن جد لازم الدولة مثلك واللي كل اللي مثلك يتوقفوا، والشاشات توقف تطلعون أصلا بتوقعات. أنا مع إنه ما بحب أتدخل بشغلك تمام، بس أنت ما كان لازم تسمح له أصلا يتوقع أي توقع على الهواء، لأنه الناس مش لعبة بين إيديهم، وحش يضحكوا على الناس ويسرقوا منها مصاري ويستعطفوا الناس ويضحكوا على هالناس الضعيفة. الحمد لله اللي بعد في ناس مثلنا بتفهم شوي وتقدر تضوي على هيدا الموضوع وتفرجي كذبون. هيدا اللي بدي اقوله، احترامي لك شخصيا، انا مش احترامي لك مهنيا، انا بحترمك على الشخصي وبحترم شو بتعمل ومين بتمثل اساسا يعني. انا مثقف معلم، انا صحافي، مش بجيب الداعي التبصير والعالم. وين خرج حبيبي اكس راغد؟ راغد قايس بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا ونورت الحلقة الليلة. بعد البريك الإعلاني، وعلى أمل ما يصير شيء تحت البريك الإعلاني يعني. هيدا شو بدي يصير؟ لأنه حسك بعد شوية حتقوم تخبطنا. لا يا خي مرتاح أبداً. أنا بني شيء لا ما الزلمة ما عندي مشكلة معه يعني. شكرا لك راغد قايس. بعد البريك الإعلاني أكيد زياد الخالدي بالفقرة الأخيرة، وإجت أخرتك. ما كلك على بعضك غلط، جاوبني على السؤال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا موحد من الطائفة الدرزية الكريمة وأتبع نهج الإمام علي، ولي كل الفخر. هيدا كفر ولا مش كفر؟ كفر، علم الغيب كفر. يعني أنت كافر. لحظة، أول شيء بدنا نظبط الكلام على الهواء. الوصية الأخيرة في اجت اخرتك. اجت اخرة ضيفنا بالحلقة المميزة جدا، واللي اذا بدكم فيها الصراحة الكبيرة والواضحة والمواجهات الكثيرة. زياد، قبل ما تجي اخرتك، شو متوقع؟ ما بدي اتوقع اليوم. مش اخرتك قريبة او بعيدة؟ فيك تعمل اللي بدك اياه، انا تركك على حريتك. لانه على ما يبدو السؤال اللي ما بتحب تجاوب عليه يا بتمزح يا بتروح على محل تاني. اخرتك قريبه او بعيده؟ بعتقد وبرجع بجاوبك، هاي اراده رب العالمين. نعم، مش انا اللي بحدد عمري، هاي اراده رب العالمين. ما بتتوقع؟ ما كل شيء بتقوله انت اليوم بيد رب العالمين. طبعا عال. فاذا بتعترف على الهوى انه انت اللي عم تعمله غلط. اللي عم بعمله بشو اليوم؟ ما هيدا علم الحسابات وكل هالقصص. لا يا اخي اكيد لا لا لا،
انا بعمل عمول. علم الارقام واجيب ما افعل عمول علم عليك ما فيك تتدخل باراده رب العالمين باخذ الارواح هدول انا بعملهم انا اللي بقولهم مش انت ما انا اعمل لك اوكي بس ما اليوم بدك تطبقهم بدك تطبقهم قبل ما تجي اخرتك بلحظات ايه عرفت انه انت اكيد منك شامم ريحه الجنه رايح على النار معك لحظات شو بتعمل قبل ما تجي اخرتك لالله يعفي عنك وبركة بفوتك على الجنة بدل النار مثل كل الناس استغفار مثل كل الناس استغفار عشو بتستغفر رب العالمين اليوم؟ استغفر رب العالمين عن كل شيء ممكن يكون غلط في حياتي ليه هو؟ أعطيني شغلة هي حرام عم تعملها شو هي؟ شيء حرام ما هي المشكلة انه ما عندي شيء حرام عم بعمله ولا غلط هلا جل من لا يخطئ بس انا ما بشوف أعطيني غلط واحد غلط واحد؟ ما كلك على بعضك غلط جاوبني على السؤال والله ما عندي شيء صراحة أبداً طلع بكاميرتك هاي كاميرتي يلا بتقول يا رب سامحني على شغلي شو هي؟ أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وإذا كنت من الخاطئين معناته ربنا اللي بيسامح لمن تؤمن؟ أؤمن من الرسل برب العالمين الرسل إمام علي فقط سيدنا محمد عليه السلام أكيد أها تؤمن فيه أكيد بمن لا تؤمن أنت زياد؟ بأي شيء لا تلمسه يدي ما بيقنعني أنت ملحد أي أو لا؟ أنا مني ملحد تؤيد الإلحاد أؤيد المدنية وليس الإلحاد في فرق ما بين المدنية وما بين الإلحاد أؤيد المدنية إذا بدك تعرف عن حالك زياد شو بتعرف عن حالك؟ أنا زياد الخالدي خبير أرقام معادلة صعبة في لبنان والعالم العربي الشيعي؟ مش الشيعي عم بسألك لا عم بالك تكون شيعي؟ الدرزي الذي أؤمن بنهج الإمام علي يعني عم بالك تتشيع؟ بس جاوبني مش غلط ابدا أه؟ مش غلط الي الفخر بس تجي رسالتي يمكن اتشيع انما الدين ليس بالاكراه حلو كتير نعم مواقفك هيك بينت الليله هيدي المواقف اللي بينت انه انك تنتمي للطائفه الشيعيه راسك بيروح عقلا وقالبا صحيح قبل ما تجي اخرتك زياد الخالدي ماذا تقول لرب العالمين أقول لرب العالمين يا رب سامحهم عظنهم فيي بس والله شو اللي ما رح يسامحك فيه؟ المشي رح يسامح ما اسمع ما رح يسامحك عليه المش رح يسامحني عليه؟ أوف ما بعرف عند ربنا ما بعرف يمكن يكون عامل شيء ما يسامحني عليه ما بعرف ما I have no idea الصراحة أنت ما خانت مرتك ولا مرة؟ لا أبداً حبيبي ابدا حبيبي بركاتك يا ريت فين وصل لعندك هلا بعطيك خيط وانا ظاهر مجهز لك خيط اها مش ناصب حدا؟ لا ما بتقول انه انا كل اموالي حرام يا رب سامحني لانه كل اللي عامله بحياتي حرام انت اللي ما بتعرفه انه انا رجل بشتغل 20 ساعة بال 24 بالتوقعات؟ مش بالتوقعات بعملها مرة بالسنة ما بتطعمي خبز ما بيجوا يعني. ناس لعندك لا ما انا سقفي كتير عالي بده يجي لعندي بده يحكيني قبل شو يعني ما سقفك عالي؟ ما فيك تجي دغري لعندي بدك تكون مارق ببروسيدجر طويل لتوصل لعندي حرام انت لا عن جد حرام عن جد يعني بلوي القلب يعني حالي عم بحكي مع ميشيل حايق او عبد اللطيف او مايك فغالي بلوي القلب صحيح بيستفزوك هالكلمات نو عادي وحياتك عادي كل واحد بيعرف نفسه طلع بكاميرتك بدي وصيتك هاي كاميرتك بطلب منك تقول وصيتك على الهوى تتجرأ اول شيء اكيد تفضل اكيد وصيتي على الهوى انه ولادي يعتمدوا اسلوب بحياتهم اللي هو اللي انا اعتمدته اللي هو عابر للطوائف وما يتقوقعوا تحت اي طائفة او دين ويكون عندهم الجرأة لمواجهة اي عقبة بالحياة هاي شو ترك لهم اولادك؟ كتير شو؟ املاك فيك تنزل ايديك؟ هيك؟ لا نزلهم عادي يعني ايه ترك لهم كتير ليه الحمد لله يعني شوية اراضي شوية بيوت شوية سيارات شوية مصاري
يعني اللي قدرنا مع بنا البنك كانت اللي قدرنا نجمعهم مع بنا البنك كان هذا جواب كوترا. جواب مسخره يعني شكرا لك شكرا لك زياد الخالدي نورت البرنامج شكرا لك حبينا نكتشف من هو زياد الخالدي بدي لك مرسي كتير مرسي لك على استضافتك اهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك هيدا هو كان زياد الخالدي الاسبوع الجاي حلقه جديده مع ضيف جديد كونوا على الموعد الى اللقاء باي باي حلقة كتير حلوة مع تمام بلاي أول شيء كتير بحب أن يكون مع إعلامي جريء وبيقدر يطلع الأشياء من الضيف اللي لازم تطلع ما بعمر الواحد يتخبى وراء أصبعه وتحكي الأمور مثل ما هي السبب النفس شغلة كتير حلوة البرنامج كتير حلو الكونسبت تبعه كتير رائع تحياتي للبرنامج لتمام لكل المعدين إدارة الجديد كيب إت أب برنامج روعة